واحد من الأماكن المهمة جداً خصوصاً بمناسبة ذكرى إحياء المولد النبوي الشريف، شارع عبد القادر الجيلاني اللي يمتاز بشعبيته وخصوصاً ناس الموجودين البغداديين القدماء اللي متواجدة هنا. بهذه الأيام ونحن على أعتاب ذكرى ولادة المولد النبوي الشريف راح نشوف الناس وكذلك نشوف استعداداتهم وتحضيراتهم لهذه الذكرى بحلقة جديدة من برنامج أيام الناس. راح نكون وياكم، خليكم يا شلون الشغل؟ ببداية خلي نعرف انه اخر التحضيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، ان كنتم اعداء فالف بين قلوبكم، ان كنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لآياته لعلكم تفلحون، صدق الله العظيم. نهني العالم بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا قدوتنا فوق رؤوسنا. نهني العالم اجمعين بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، تطهير القلوب من الكفر إلى الإيمان. أنا خلي بالبداية أسألك أنه عن آخر تحضيراتكم واستعداداتكم لهذه الذكرى، خصوصا أنه مناسبة المولد النبوي الشريف هنا دائما يكون إحياها بطقوس جميلة. نستعد بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، ونهني العالم بقلوبنا وأنفسنا وأرواحنا بهذه اليوم المبارك الذي ظهر نورا لم يطفي، هو نور محمد عليه الصلاة والسلام، قدوة الإسلام وقدوة الناس جميعا. عيوني الطقوس هنا جميلة تكون، شو ناس بدأت تحضر؟ بدأت محضرة إلى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام من الشيوخ ووجوهنا السادة والشيوخ، وكلها يعني تشتاق بهذا اليوم العظيم، يوم عظيم مبارك تطهير الأنفس الضعيفة من بالإيمان ومن الشرك إلى الله سبحانه وتعالى. لا تشركوا بالله لشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بالوالدين إحسانا. شيخ الكرام، بالتالي لأن التحضيرات قائمة على قدم وساق، خصوصا أنه الناس بدأت تستعد وتتحضر عن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وبالتالي راح نشوف الناس اللي موجودين هنا، خصوصا انه مثل ما ذكرت هذا الشارع تكون بإحياء ذكرى النبوي الشريف بأجواء جميلة وطقوس تليق بهذه الذكرى. متواصلين وياكم، خليكم يعني. ابو صبحي شلونك؟ شلون الحمد لله. شو اخبارك؟ الله يسلمك. مشتاقين؟ الحمد لله. شلون وضعك؟ والله زين. زين؟ زين الحمد لله. زين، طولنا عليك هاي المرة، صار لنا هواي ما شايفين. لا انت من زمان ما جيت. هذيك المرة جيت. ايه. اخذتني وياي مو؟ ايه صورت. ايه. رحت بعد ما رجعت انت. مشتاق لي. ايه انا مشتاق لك. والله. شلون وضعك صح؟ والله الحمد لله. زين؟ زين الحمد لله. امورك؟ والله داعش شوي. والله من يانا هي اولا شغله مو هالقد، شغل مو شغل مو هالقد. اي شغل مو هالقد. من انا زوجتي ماتت الله يرحمها. ايش وقت توفت؟ اي هاي ظليت عبيتي الله يرحمها. ايش تسوي؟ الله يرحمها. وانت من وياك بالبيت؟ بس بنتي. بس بنتك؟ اي بنتي وياي وابن اختي وياي نسيبي. ابن اختي ماخذ بنتي. ايه. وياي قاعد انا وياهم قاعد. قاعد وياهم. اي. هنا بشارع الجيلاني؟ ها؟ شارع الجيلاني هنا قاعدين؟ اي اي هنا بالفضلة عرب. فضلة عرب. اي. زين. يعني بهاي الحالة شلون بالله؟
شلون مرتب وضعك، اكلك، سبحك، ترتيبك؟ المفروض تتزوج. اتزوج سيتزوج. ما عندك تعرف شنو؟ عبالي اخذ لي فد وحده بنت حلال حتى اخلي التقاعد مالي باسمها. زين تمام لو لا؟ ما لقيت؟ ما لقيت، دورت ما لقيت. وين بنات الحلال؟ التقاعد هنا يكون باسمها. اسمع هسه اكو جماعه قال يابا اكو وحده. زين يعني اكو وحده بك تاخذها. قلت لها اخذها شلون يعني؟ تزوجها على سنة الله ورسوله. تزوجها على سنة الله ورسوله. وجئ حتى التقاعد مالي اجرها باسمها. والله معدل. والله. 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 تعيش مثل ولا؟ ها؟ تعيش مثل ولا؟ بعد هسه تشوف. وقت ان شاء الله. ان شاء الله. بالمقبل تجي. ان شاء الله ان شاء الله بنت الحلال. زين بالمشي نروح وياك؟ ها؟ نروح وياك بالمشي لو بزواجك تريد نصورك. لا اعجبكم. اعجبكم اول واحد انتو. زين. شلون معك؟ نجيك ونصورك احنا. نجيك ونصورك بالعرس. اي ان شاء الله. نرافقك لحد ما توصل الفندق، زين الفندق لو بالبيت تري. لا. ما ادور فندق خالي. طبعا مو مال الفندق. مو مال. مو مال البيت. مال البيت اجيبها منا واطببها جوا. زين خلي اسالك انه عن التحضيرات اليوم بما انه مقبلين على المولد النبوي الشريف. البارحه سووا ذكر. البارحه. نعم. سووا ذكر مال مولود النبي. زين. اليوم همنا راح يسوون بالليل. زين. واسد ياخذون على مولود النبي. اي يعني هاي البروفات التحضيريه للذكرى. كل زين يعني كل العالم رايحه جايه زين. تدري انا ايش احب هنا بهاي المناسبه؟ احب هاي الاجواء، الناس من تجي وهنا دائما الدولمه تجي حاضر. تجي ناس، تجي زوار، تجي زوار. اي عالم تجي زور. مولود الشيخ كانوا ينامون بالشارع حقد ما يزدحم. زين. اي بس هسه الحمد لله زين. هم زين. زين شغلتك شغلك ما بدلته؟ يعني انا رحت هذول الساعات مال العام نفس ما بايع. لا بايع من هنا. بايع من هنا؟ لا ابيع من هنا. شو تبيع؟ ابيع لي ساعتين ثلاثه. ايش قد صار لك ما بايع؟ صار لي البارحه. البارحه بعد. وجدتي وحده اخذت من عندي سبحه ما اعطتني فلوس. ما اعطتك فلوس؟ ما اعطتني فلوس. اعطيها تقاعد بلك تزوجك. لا قلت لها يابا ما عندي. قاعد امشي لك. تقول لي امشي لك. ليش؟ يابا ليش؟ قال انا اخذ خاوه. كبيره صغيره؟ لا والله. ها؟ زينه حلوه. ها؟ والله. شو اسوي لها؟ اخذت مني سبحه. اخذت ساعه واحد؟ لا مو ساعه سبحه. سبحه. شلون سبحه حلوه؟ زين انت ليش ما تبدل شغلتك ابو صبحي؟ ها؟ ليش ما تبدل شغلتك؟ ابدل شنو؟ ليش ما تبدل شغلك هذا؟ تبيع غير شيء؟ ما اقدر اشتغل. ما تقدر؟ ما اقدر اشتغل غير شغل. اه متعود على؟ اه صار لي سنين هنا. يا انسان خلينا ناشد البداله. انت هسه عندك تقاعد. ابو صبحي عنده تقاعد. وزوجته توفت الى رحمه الله. هسه بالوقت الحالي يريد بنيه بنت حلال ويسجل الراتب التقاعد باسمها. فهو منتظر لحد الان. ما لاقى بنت الحلال. منتظر بنت الحلال تجي، المين دله او المتن دله اي وحده انه بنت حلال. وان شاء الله تلقى بنت الحلال. مكانه يم مرقد جامع عبد القادر القيلان. ويوميا متواجد من العصر لليل. وبيته هنا قريب. وضعه موجود هنا وعنده تقاعد. هو هسه ما يريد بس بنت الحلال. ان شاء الله يا ربي تلقى بس بنت الحلال. امين. بكت على قصتك. ان شاء الله الله يسهل. كسكت ان شاء الله الله يسهل. نعم مشاهدي الكرام متواصلين. نعم بكت على قصتكم تجيني واحده بنت حلال. والله مصر يعني انت مصر ابو صبحي يعني ما هذا العمر وهذا الكذا ما انه مقلل من عزيمتك. بعدك شباب؟ مواليد 35. بعدك صغير طولت العمر. نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم. خليك يا شلونك يا اخي؟ الحمد لله بخير. شو اخبارك؟ بما انه احنا
مقبلين ان شاء الله على مولد النبوي. اعرف الحركه مال السوق تحركت، وضع السوق احسن؟ الحمد لله احسن بهوايه، يعني مناسبه مولد سيدنا النبي ومولد سيدنا الشيخ الحركه كلش قويه هنا. اي بايام العاديه الخميس والجمعه والسبت يعني هم يصير حركه قويه. اي بقيه الايام يعني ايام الاسبوع حركه بس ضعيفه، يعني مو كلش قويه. الناس هي بدات تزور، بدات الحركه تصير، بدات تستعد وتتحضر اليوم جاي. شوف ايضا حتى اللافتات موجوده مال المحل. صحيح، هو من 1 ربيع الاول وانت بعد تمشي منا لحد نهايه العاشر. اي يعني ربيع الاول وراي يجي ربيع الثاني. اي يستمر الحركه هاي يعني كلش قويه تستمر. اي يعني حركه كلش قويه تستمر بعد. قد صار لك بهاي الشغله؟ والله انا هنا سيدنا الشيخ يعني هسه صار لي 15 سنه. اي اشتغل جوا سيدنا الشيخ وبهذا المحل. 15 سنه صار لك بهالمكان؟ اي اي 15 سنه هاي المنطقه. متزوج؟ لا ما متزوج. بعد شو. ليش ما متزوج؟ بعد منتظر يعني. اي ننتظر 15 سنه شغل، اي 10 سنوات دراسه، بعد منتظر. اي الله كريم. شنو تخلص حياتك؟ 5 سنوات متزوج؟ لا الله كريم ان شاء الله. الله يسلمك. امين ان شاء الله. ان شاء الله اللي جاي. والله الشغل يعني الحمد لله، اول شيء هنا شغلات بتمشي معروفه، هي هاي التوكليت والبخور وهاي الازارات النسائيه والسبح والعطور، هاي يعني هنا تمشي. اي يعني بس هو اي واحد هنا يفتح اي مجال يعني اي شيء الحمد لله كله يمشي. اي يمشي يعني والله يجون حتى زوار من خارج العراق يعني، اي من الهند ومن باكستان ومن شنو يشترون. اي فماكو شيء هنا يعني يوقف، يعني هذا السوق مالته هنا يعني المنطقه كلها الحمد لله السوق مالها يعني. ان شاء الله الجاي جاي من نجد اشوفك متزوج باذن الله. ان شاء الله. شكرا شكرا عليك. مشاهدي الكرام متواصلين وياكم طبعا، وانا حاليا قاعد خالتي مهيثم. القعده البسيطه، القعده الجميله، قعده تهنى البغداديه. شلونك خاله؟ الله يسلمك، يعطيك العافيه. الله يسلمك. حلوه هاي القعده هنا؟ اي والله القعده حلوه. حكي والله ما شاء الله. خالتي مهيثم شلون؟ زينه الحمد لله ماشي الحمد لله. الله يسلمك. يوميه هيج قاعده هنا؟ يوميه قاعده هنا، وين اروح؟ اشتم ريحه الشارع كافي. وشيخ عبد القادر القبالي. بس تدرين الاجواء حلوه هنا، يعني هاي القعده قعده العصر، عروسه شاي وكعك هسه هنا. اي مال هنا مال قبل. مال قبل. بابا عن هسه كنت اكل شاي وكعك. اي بالعافيه، شلون هالاجواء؟ والله زينين، زين الحمد لله. اي خاله مهيثم، انه مقبلين على مولد النبوي الشريف، تحضيرات ترد اعرفها، بالعاده شلون يعني تعيون هاي الذكرى؟ والله احنا مقابلنا ابو صالح هنا تصير الهوسه قبل يومين ثلاثه الاحتفالات والجور، يجون من كافه انحاء من العالم، من الكراده، من الاعظميه، من الانبار، من دياله، يجون هنا هوسه. هذا الشارع كله ينقطع، ما حط رجل ماكو. وصايد الشيخ عبد القادر القيلاني يسوون برياني ودولمه ماكو هم، والعوائل تجي هم تسوي دولمه. وهذا قبال يعني عبر الشارع. تعبرين منها مشيت يوميه تزورين؟ يوميه. بس بهذا اليوم هم تزورين؟ اي هم نروح. لو تخليها انه للزوار وبعدين؟ لا احنا نروح، احنا صبح عصر بس الشارع بيناتنا. انا جبت 13 جهل بهذا الفرع، كلهم ربيتهم بهذا الشيء. الخل شيخ عبد القادر القيلاني الله يحفظهم. الله يسلمك في عينك. يعني هي شوفي مثل ايش اقول؟ مثل ايش مكان؟ ايش تراث بغدادي؟ يعني جاي نفتقدها بالفتره الاخيره. زين الناس هسه تجي تزور من خارج العراق انه هاي الذكرى وتشوف هاي التراث. يقعدون هنا يقعدون يشربون شاي اكل. وين مستمتعين اكو شيء. اي نخلي لهم الميوزه هنا حتى يطلبون من عندي يعني غراض. هاي المجاي من ناس صينيه مال دولمه، هاي ناس يا عباء. احنا فرع من الشيخ عبد القادر ترى، هذا البيت وهذا البيت. زين. اي نفس البيت. واحنا قدامه ترى ابا وجدا باب الشيخ. قديمين؟ قديمين احنا، اي قديمين. يعني شو اسولف لك على باب الشيخ؟ تراث.
زين شو تسوون انت تحضرين هم تحضرين الصينيه هنا وكذا وتوزع؟ اي والله اي هاي يعني اقعد ابوع على العالم اللي يجي يطلب اللي تجي تطلب ثلج. شو تسوون انت شو تسوون هنا؟ هم نسوي طبعا خير اي ثوابات الولد يسوون احنا نسوي. ومستمره هاي كم يوم راح تبقى؟ والله الحفله مال المولود تبقى ثلاث اربع ايام. ثلاث ايام اي ويا الشيخ. الشيخ هي الضوايات مالته والمناشير مالته احتفاليه ويجون هم ينا وفود من المحافظات. عرفت؟ تمام. اي ذول جماعه المحافظات اي يجون اي يجون. زين الاجواء زينه؟ الحمد لله. كهرباء؟ الحمد لله الكهرباء يعني زين الحمد لله الحمد لله. شو نسوي؟ شناين شلون؟ يعني توان قبل لو بدنا توان هسه؟ لا يا ابي احنا وين؟ احنا ثوب المرقع كنا نلبسه. زين يعني لين اني زين يا ابني. لا شلون يعني قبل؟ شنو اللي اختلف بين قبل وهسه؟ قبل؟ قبل كنا قنوعين. يلا خليكم قبل كنا قنوعين نستحي نخاف انهار اقعد انهار اقعد انهار زين نحترم نسوين نسوين بس تجيبها بس هي وبس بس تعال وماكو ولازم لازم 2 متر ببعده. اي شو نسوي بس الله يخليهم الله يسلمك يخليك ويخليهم ويخليك ان شاء الله خير. عيني يعطيك العافيه الله يسلمك. اليوم ويا هيش العصر اي هاي هنا الحفله مالت اي شو نسوي يلعبون هنا باليحون للشيخ يلعبون. شو اخبار؟ الحمد لله. منين؟ هذا من امريكا. جيرانكم؟ اي جيرانكم. جيرانكم شلون وضعك؟ الحمد لله. اليوم ويا هيك مخلصيها هنا شغلك وهنا وضعك؟ لا نشتغل لا انا اشتغل بالكرادي. استنيالك يعني يمك ميثم المفروض تقعد هنا 24 ساعه. ها؟ تحضرين المولود. والله من هسه؟ قلت جيرانك ميثم يوميا المفروض قاعد هنا. وين قاعدين؟ وين يمهم قاعد؟ انا ايش قلت لا متزوج ولا هاي؟ وانا مقضي هنا يمهم. خلاص هنا شايات ومي. شايات ومي. لا يتعود لا تعودي. يتعود النوم. هذا حروقه طبعا. اي بغداد ذبتنا مال الاول. عزوبيه. اي مال الاول اي. عرفت شلون؟ اللي يشرب الشاي سلمان ومن اهل البيت. هذا يتعلم بعدين وماخذ الوايس وما يتزوج، تتزوج هسه المفروض وحده تصب لك شاي وتسوي لك اكل. احنا بغداد ما عندنا هيك يعني مثلا ندور ويا جيراننا غير شغلات لو شيء، هسه جونا بغير مناطق. لا الحمد لله والشكر انه زينك واكو اي اكو هاي الجوره وهاي التواضع. على بساطه الاول ما عندنا. هسه اختفت ذني ما شاء الله يعني. هاي تلقيه كم بيت سوين العالم بس احنا القدامى لا. احنا الخمسينات. بشكل عام يعني العراق خصوصا بغداد يعني اكتظت بالسكان ما يعني شو اشتغل؟ انا عندي بسطيه بكرادي جقايه وكارتات وهاي. وليش اليوم ما طالع؟ لا والله اليوم ما طالع. ليش؟ ما طالع. ليش ما طالع؟ ماكو واس. ماكو واس؟ اشتغل على واس يوم هذا مو مال المسؤولين. مو مال الزواج. انت مو مال الزواج. مو صحيح؟ ليش ما طلع؟ الجيبه ما يطلع انا اقول لك. من يخلص الوش اللي يطلع. لا خير من الله. يعني كيف اللي مال اسبوع؟ كفنك مال اسبوع؟ اي. شوف هذا مو مال الزواج. بالش تطيح. لا ما عندي بنيه بناتي كلهم وين؟ ماكو. لا بناتك الكبار. الله يحفظك. اصغر وحده 88. هاي تمام اتمنى لك التوفيق. فدوى العينك يعطيك العافيه الله يسلمك الله يسلمك. الحين انه هيك الناس شفنا. فدوى العينك يعطيك العافيه الله يستر عليكم. الله يسلمك الله يستر عليكم ويشفيكم شر الدنيا. فدوى العينك. مشاهدي الكرام تواصلنا وياكم ومن الجميل انه نشوف يعني هاي جولات قبل الناس قبل البغداديين باعتبار انه بالاونه الاخيره يعني حتى هاي المنازل وهاي البيوت تحياتنا حبيبي. هاي البيوت انه بدينا نفتقدها باعتبار انه هذا التطور الحاصل بالبنى التحتيه والاعمار وما شابه ذلك. لكن اليوم مثل مهيثم وغير مهيثم يعني ممكن قليلين جاي نشوفهم بالمجتمع. متواصلين وياكم خليكم. بحورا شلونك؟ الله يخليكم شلونكم شلون؟ شو اخبارك؟ الله يحفظك الله يسلمك. شلون وضعك؟ الحمد لله. قاعد هنا بحورا
يعرفوا المنطقه شبر شبر. والله تقريبا نعرف المنطقه قدامه، صار لنا فتره وايد 50 سنه يعني هذا المنطقه. 50 سنه هنا؟ ابن عنجد؟ مو ابن عنجد بس يعني ساكنين سبعينات انا ساكن هنا. شلون وضع المنطقه هنا؟ خصوصا تعرف اكو فد قضيه يعني هسه البيوت بدات هاي الحداثه وغيرها، بس بعدها لحد الان هاي المنطقه افرع لزقتها ضيقه وبيوتها على القديم. بالضبط، هو البيوت تقريبا ما صار في اي تغيير مصار، يعني هاي يعني من 2003 اللي جوا اصلا هنا كل تغيير مصار، نفس الازقه ونفس الافروع وتقريبا نفس البشو. هذا شارع اشوفه، هذا شارع، هذا مال زمان، شو اقول لك، زمان الملوكيه، شارع الغازي كان يسموه هذا قبل، وهسه شارع الكفاعي يسموه. فكل شيء تغيير مصار، والبشريه تقريبا انا اقول لك القدامى بدأوا بيهم يروحون يهجرون المنطقه، لو بدالهم ناس القدامى، ناس جوي قدامى، ناس بدات تغادر المنطقه، غادر لان القدامى اللي تعرف وضع المنطقه وضع متعب، واكثر ناس ترى هذول فقراء، اكثر طبقه فقيره هي شارع الكفاح ترى. والله ليش؟ من كل النواحي فقيره، من ناحيه مثلا، من ناحيه العيشه ترى، بس الفقير قاعد هنا ترى، هذول مساكين اكثرهم من المساكين ترى، هذول اكثرهم والله اكو عوائل قوت يوم واحد. والله صدقني ما عنده ماكو شغل، يعني جاي شوف ما شاء الله بسطيات محلات شغل، ماكو ايجارات غاليه، يعني هسه ايجارات انا غاليه، والعمل وينه؟ ماكو شغل، ماكو ترى شغل راكد، احنا خلينا نكون بدون مجامله، شغل راكد، الاوضاع هذا ما يشجع. نعم زين، هاي الحاله يعني انه المنطقه يعني نقدر نقول انه جامع عبد القادر الجيلاني هو اللي محركها له. طبعا هاي منطقه تعرف منطقه قديمه ومنطقه شعبيه، هسه انت العصريه ترى شوف يعني اكثر يتواجدون من غير مناطق، مثلا كراده يجون عندك من المدينه، عندك من البلديات، من الاعظميه يجون على اعتبار منطقه سكنيه او شعبيه العفو، وبعدين باقيين للصبح هاي القهاوي وهاي الناس باقي على فطارتها وعلى قدامه، يعني باقيين في العالم يجون يغيرون جو هنا. انا خايف لا بعد سنوات مقبله، خصوصا انه احنا هواي اشياء بدات تندثر عندنا، هواي عادات تندثر عندنا، مناطق بدا عليها الغبار، انه لان باعتبار الحداثه، خايف بعد سنوات انه ممكن هاي القيمه نفقدها. بالضبط، هسه اكو معالم به هنا ترى باب الشيخ تعرف تقريبا منطقه اثريه بها معالم، هسه طب لكن قدام الشيخ من هنا هاي بيوت ام الشناشيد اصلا مهموله، هذا لو غير مكان متاحف يسووا يعني مهاملي صراحه. انت اقول لك اذا سوي متاحف لازم اشيل الناس منه. مو مشكله، هي اصلا هي كانت متروكه، كانت مع بيوتها ساكنيه متروكه، يعني هي هذول تقريبا كلها ابنيه قديمه، يعني هي تقريبا تابعه للدوله همين. اي يعني شغلك شنو؟ انا عسكري متقاعد. انا كم سنه طلعت تقاعد؟ انا بال 2098 2089 2089؟ لا 1989 1989 قبل 2000 طلعت تقاعد. نعم، ومن ذاك الوقت لحد الان ما اشتغلت؟ قاعد بعد ما زين. من 89 واحنا حاليا بال 2000 شغلات حره قمنا نشتغل، بس بعد تعرف بعد هاي والله اشتغلنا مكانات وايد، اشتغلنا شغلات حره، اشتغلنا النجار، اشتغلنا بال سعفتها؟ اي ما قابليه ماكو بعد، انا 62 سنه عمري يعني. ما بك حيل يعني تعبت؟ اي وانا شويه وضع الصحه الصحه تخون. اي ولو ماكو واحد، الشغل ضروري يعني، حتى بس واحد اذا ما يقدر بعد اكو شغل، شغلي يعني اروح عليه، يمكن هذا عمري ما حد يشغلني. ليش على اعتبار يقولون شاب شوي قوي بس انت نجار هسه حالي؟ يعني عندي الماء بالنجاره، عندي صنعه الاساسيه. شنو؟ انا صنعه الاساسيه طباعاني. طباع؟ طباع. انا كنت اشتغل انا قبل ما ادخل عسكريتي وشبابي خلصت بالطباعه. بس الطباعه شلون اشغلها؟ عرفت يعني انا عرفت المهنه، عرفتها يعني من رحت العسكريه ومضت علي هاي السنين 12 سنه قضيتها بالاسير وهذا ورجعت. ما بيك مجال ترجع لها؟ انا بعد ما لي رغبه بها، وهسه وتقريبا الطباعه هسه صارت حداثه بعد، وقليله صارت هاي المتنبي كان كلها طباعه روح كلها قاعده. حداثه واجهزه هاي الاجهزه الجديده؟ طبعا اجهزتنا كلها كانت قديمه، احنا المانيه كانت قديمه، وكنت انا بذاك الوقت اشتغل بشكل المطاعم العسكريه، اشتغل انا منتسب كنت المطاعم العسكريه فتره. يعني هسه اليوم شلون جاي تقضي انه ياكل شغل ياكل التزامات يعني؟ بس اريد اعرف انا من باب الفضول. هاي نقعد بالبيت والعصر نجي نعلى لليل الساعه بالعشره 11 نروح للبيت، وهذا هذا الموضوع. هذا الموضوع. قاضي هيك. صحه مثلا الرياضه الكذا؟ والله رياضه ما بس انا عندي بايسكل اروح واجي فيه شويه احاول احرك نفسي. تعرف انت المفروض هسه بعمرك فار العالم وراجع له؟ لا مو صحيح، انت صحيح. هسه انا اقول لك انا يمكن انا شو اقول لك محافظاتي ما مكمله، هسه تقول لي ليش؟ هاي راده فلوس.
احنا ضحينا حياتنا من اجل العراق. انا بالنسبه لي ضحيت حياتي من اجل هذا البلد، كل شيء ما استفاد من هذا البلد. كل شيء والله كل بس تقاعد، بس التقاعد وتقاعد بمنية من طينة، ويعتبرونه اعتبارات انت شلون كنت كذا. انا جيش خدمت الجيش، انا ما خدمت، انا خدمت علم خدمت، يعني مو سبها، يعني قد يقول انت وقعت والحرب كروفر وقعت بأسر. انتم شريحة المتقاعدين ليش دائما تحسون مغبونين؟ طبعا الدولة مقصرة تجاه كل بلدان العالم، التقاعد معزز مكرم، التقاعد كل شيء مسهل له، التقاعد يوصل صعوبات تجاه الواحد، كل شيء صعوبات. يعني شنو التقاعد؟ شنو ترى بطرق الراتب الثاني يروح الدائرة ما يعد يقول اعتبار بأنه أنا تقاعد وأنا ضحيت وقضيت سنين حلوة شبابي قضيتها من أجل البلد. يعني يحسبوك حساب عادي شاب، يعني أنا من وقف بسرعة أنا والشاب نفس الشيء نوقف، يعني المفروض تقاعد المتقاعد كل العالم سوى لكم كي كارد وبأي مكتب تستلمون؟ نعم بس كي كارد من سووه، كي كارد من تكلفة، مثلا ما المتقاعد يقول لك يرغب أنا آخذ من المصرف أحسن، يعني آخذ من الفد 4000 دينار، إيش بقى من الراتب يعني؟ وزيد راتبك أصلا؟ ماذا أنا 500 إلا 10 آخذ، 490 آخذ. يعني تروح المكتب ياخذ منك 4000 دينار. صحيح. هي المشكلة. هي مكاتب من جهتي كل المصلحة مصلحتهم مو المصلحة. بعد غير هذا الشيء شنو مضوجكم؟ سلف طوكيو. والله سلف أنا بالنسبة لي ما أحبها، ولو سلفه مو يعطوك يا الله يعطوك، يعطوك 5 ملايين ياخذ منك 8 ملايين. يعني شنو هذا الربا؟ شنو يعني؟ يعني طبعا. أنت إذا تحبوا متقاعد أعطيه 10 ملايين وتقطع من راتبه، هو 10 ملايين لا تاخذ منه زايد إذا تحبون المتقاعدين. بس هاي ما صار سنين انتم كلكم تسمعون المتقاعدين ورئيس الوزراء وينه؟ على ارض الواقع كله كذب، كله بدعه، ماكو ماكو والله ماكو. وينك هسه شفت متقاعد مرتاح هسه؟ يعني لا ممكن المتقاعدين لين ما عندهم متنفس، ما يطلعون، ما يغيرون جو، هاي الضغوطات فيبقى طبعا همهم بس التقاعد، لو ايش يصير اي شيء بسيط سوى اسد روح. هاي عندك اقليم كردستان مو اربيل، اكو مكانات مسوي المنتزه مسوي المتقاعدين خاص، مكانات مسوي المتقاعدين خاص؟ لا للناس مو للمتقاعدين. لا والله اكو مكانات للمتقاعدين بس مسوي لهم مكانات ترفيهيه يقعدون فيها. هسه اقل شيء هذا، هسه احنا ما عندنا لا في شيء، عندنا مكان سووا لك ابو نواس، فتحوا لك كورنيش. شلون صايره عمي؟ لا هاي البناء الافتتاح الجديد حلو المكان. حلو بس هي صايره ويا يعني المتقاعد مال الشباب كله المتقاعد. شو يريد المتقاعد؟ شو يريد المتقاعد؟ حديقه ويقعد بيها؟ اقول لك المتقاعد شو يريد؟ يريد فد عيشه كريمه، هذا تعب اللي تعبه. انسان اجازي انا اعطيه مثلا يا 500000 دينار هسه برب انا 500 أخذ. لازم يعطوك مليون؟ انا 500 اخذ، انا قاعد ب 750 ايجار، 600 قاعد طرقاه 600 قاعد و100 كهرباء و150 انترنت. وشلون مدبرها؟ مدبرها ام الاطفال الموظفه مساعدتني خوف الله عليها، انا وياها الام وهي يعني ماشيه الامور. ما نقول ماشيه بس الحمد لله ماشيين حالنا، ما عايشين مثل اللي الاخوان النواب البرلمانيين اللي ما شاء الله احفادهم. ذاتك ما تليق هي انه لا تعرف اكو تمييز هنا، وهذا شنو مثلا البرلماني اجى على كتابي وكتاب غيري صعد، انا صعدت وشنو الفائدني هذا؟ بس جيبه خليه بجيبه. كلهم وكل المسؤولين بيقولون كل المسؤولين كل من يقول نار الخبز، ما حد يقول هذا المواطن خطيه، هذا ضحى، هذا سوى البلد. يعني احنا من شنو وين كانوا هم هذول؟ من قدمنا احنا خدمات ولا وين كانوا؟ كانوا بدارة التقاعد هذا المكان اللي تريده. والله العظيم هسه يخدم ده 4 سنين ياخذ متقاعد، واني 48 سنه عندي خدمه بالجيش. هسه تقول لي شلون انت 48 سنه؟ انا 48 سنه عندي خدمه بالجيش. 24 عندي خدمه فعليه ضربه باثنين هاي 48 سنه. شنو طوني؟ شنو اللي طوني؟ حياتي اخذوني شاب طلعوني منتهي. حبيبي اشكرك على الكرام، يعني بالتالي احنا سعداء جدا انه من نكون سبب لتفريغ هم بعض المواطنين، خصوصا انه شريحه المتقاعدين اللي حقيقه دائما ما يعانون من المعوقات والتعامل الحكومي والبيروقراطيه اللي تواجههم من قبل المؤسسات الحكوميه ومن قبل هيئه التقاعد، اللي مع جل احترامنا لها نتمنى انه يكون هناك عمليه تكييف، عمليه تبسيط من اجل انه حمايه المتقاعدين، يعني تشملوهم على الاقل بسفرات مجانيه باعتبار اليوم انتم مختنقين، سفرات مجانيه ويعني زيارات تخفيضات وما شابه ذلك، باعتبار انه يحتاج لهم تعامل خاص لانه قدموا طيله فتره السنوات الماضيه خدمه
بالجانب الحكومي. متواصلين وياكم، خليكم. شلون الامور؟ السلام ورحمه الله، والله على الله ماشي زين والله بهالدنيا. تحضيرات المولد النبوي ان شاء الله، هي هاي مناطق شعبيه دائما كل سنه زين، الناس تحضر شكليه، تسوي زرده، نعم كل الشهر كل الطواف، منطقه شعبيه. لا هو الاحياء الذكرى هنا بمنطقه العظميه يعني هنا بالشيخ عبد القادر، يعني ترى منطقه كبيره مو في العظميه منطقه صغيره، والله منطقه يعني اكثر الناس هنا تجي له هناك لو تتقسم. لا هنا اكثر شيء، اكثر شيء اي منطقة شعبية سكانها كبير. انت شنو وضعك؟ انا وضعي زين الحمد لله اشكر. يعني تجي تشارك هنا؟ اي طبعا، لا انا مو قاعد هنا. لا قصدي تجي بالمناسبة على طول؟ كل مكان اي مناسبة نجي بيها. زين شلون الحياة اليوم؟ والله زين، الناس طيبة ونقعد نسولف ولد عمنا يسل. صاحبك شلون اليوم؟ والله زين، ابن عمي. ابن عمي هذا ابن عمي. اي نعم ماكو شبه. لا ابن عمي ان شاء الله، احنا ولد عشيرة واحدة وديرة واحدة الزالة. احنا خدام الكل طيب. صاحب قاعد بعد عمكم؟ هذا من ابن عمنا، ابن عمنا الصغير. لو سلم غادي الله يسلمك. شيخ الله لوالديك. الله يعزك بعد. انا اللي غاد. انا من بغداد جديده. اي. سمى خطار عليك لو لا خطار ومن ولد عمي ومنطقتهم ان شاء الله. الله. قلت لي يمكن عندك مناشده على الرعايه. عندي مناشده على الرعايه. انا رجال طالع باحث اليه ومكمل على حسب الاصول. باقي بس على التبصيم، وهاي امانة الله ورسوله صار لي 4 أشهر 5 أشهر حتى عندي ورقه بانه عليها مال باحث وكل شيء ماكو. لا عجبتني. اعطيني اسمك الثلاثي. انا اسمي خيري، طه خيري. خيري طه؟ اي. طالع لي الباحث وعندي ورقه، وعلى حسب كل ما راجع لرعايه يقول لازم تجيك رساله. زين انا مكمل. منتظر الرساله؟ اي والله. شو صار لما وصلت؟ صار لي 4 أشهر 5 أشهر. 4 أشهر؟ اي والله من مناشدتكم. انت ليش قدمت على الرعايه؟ ما تعينت؟ لا والله ما عدي تعيين. وضعيته تعبانه وانا قاعد بجاره 300,000. اي والله وسحب 400,000. قوه يلا مدبره. يوم وليد؟ انا 89، عدت 3 جهال. يعني هاي الفتره راحت ما لقيت فرصه تعيين؟ ابد ابد، كل ما اقدم ماكو. وسع لهذا العمر، تدري حتى الجيش فتحوه ما عمرك ما يسمع. صحيح ماكو، هسه من 20 الى 25 يتعين. 30؟ اي احنا انتهينا بعد. 18 الى 30؟ احنا 40 كل واحد، 35. كبير. اي صرنا البركه كبير. وزاره التربيه. كبار من وكيل؟ وزاره التربيه هسه المفروض يعطون يعني تعرف انت هاي الكتب والهاي شوي يسالون وين العالم؟ صحيح. عالم ما عدت. صح ولا غلطان؟ صحيح. وزاره التربيه المفروض تنظر للطالب، الطالب وراء ملابس وراء اي كل شيء راد، يعني العالم شو يصير تعبانه اموره تعبانه، يجي هذا يطلع له 50 25 شو يشتري؟ الجهال لا كل واحد عنده 4 5، انا بالنسبه ما عندي جهال، بس احنا شو نقول يعني شايفين المناطق الشعبيه اكثر تتعبون عالم. يعني وزاره التربيه هسه المفروض تنظر نظره لهاي الناس الطبقه الفقيره. زين. ما عندها الناس تشتري ملابس، تشتري كتب، مرات طالب ما يعطوا كتب. زين. لا يعني احنا شايفينها يعني بعيننا، واكثر العوائد بطت ولدها على مود الماده. على مود ما يقدرون يعني لا واحد ولا اثنين. عندك شهاده؟ لا والله ما عندي شهاده. ما كملت؟ اي والله ما كملت. يعني والله من ثالث يمكن لو رابع بوقتها جاي؟ اي ابتهينا بالشغل عمل عندنا. زين. والدي مريض ووالدته مريضه. زين. انا يعني والدي متوفي. الله يرحمه. رحم والديك سياسي. زين. كل شيء حصلنا لا سياسه كل شيء ما عندنا. حتى السياسه ما؟ اي والله. ليش؟ حقوقه؟ ماكو. السياسيين؟ الدرجه الثالثه هو. لازم يدون من يمنا فلوس، زين احنا فلوس منين ندبر؟ ليش فلوس منين فلوس؟ تعرف لازم محامين وهاي يدون بهذه المواضيع. احنا عندنا مناشده. ايه. على عشايخ. ما احترام للطيبين، اكو عشائر ذي يدخلون وعشائر تطلع بفلوس وعشائر تعبانه. الناس من عشائرنا الطيبين المحترمين الاصليين ان ينظرون نظره لهاي البقيه المحترمين. اكو ناس مو محترمه، ناس قامت تطب اسم العشائر ياخذون فلوس ويدعون بشيوخيه، هم لا يمها ولا 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 اصلا ولا شيخ ولا من فلان عشيره، ويدعي بفلان عشيره فلان فلان فلان. اريد من يمك ان توصل هذا النشيد انه جزاك الله خير ونتشكر من يمك. ان شاء الله
الرعاية تطلع لك. رحم الله والديك. وإن شاء الله نشوفكم على خير. الله يرحم والديك. ورب يوفقكم إن شاء الله. نعم مشاهدة الكرام، وصلنا وياكم لختام حلقتنا، على أمل اللقاء بحلقة جديدة. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كاد العمل. هذا اللقاء.